عيلة تهجم على بنت بريئة وساعتها تركني عم بقول لك تركني لا تركني ولما هالبنت صار بدها تولد طفله قتلها لأنه كان خايف من الانتقاد من الناس اللي حوله. بي البنت استعمل السحر الأسود لحتى ينتقم لبنته. مداف راو جيكوات، انت وكل أجيال عيلتك الأدمين رح تعانوا من يلي عملتوه ببنتي. هالذنب يلي عملتوه رح يقضى عليكن على مر الزمن، ولا ولد بعائلتكن رح يشعر بحب أمه لأكتر من يومين، ولا أم رح تحس بسعادة إنجاب طفلة. إن شاء الله الكلمات يلي أنا قلتها تصير لعنة على عائلتك. هيدي رح تصير لعنة أبدية أبدية على عائلتك. من وقتها لليوم ولا أم وابنها اجتمعوا لأكتر من يومين. هالمصيبة قوية لدرجة إنه ما في حل للخلاص منها أبداً. وأنا واثق من كل كلمة عم بقول لك إياها. اسمعني، إذا بتريد لازم يكون في طريقة للخلاص من هاللعنة. أنا مستعدة أعمل كل شيء ممكن لحقق سلامة الطفلة. في طريقة واحدة بس. هالسحر موجود بمكان من هالبيت هون، يلي هو بيت العيلة من أجيال. لازم نلاقيه ونقضي عليه. هيدي هي الطريقة الوحيدة. يا حكيم، إذا هاللعنة موجودة بشي مطرح هون بالبيت، ليه ما منترك البيت ومنفل؟ أبداً، ما حدا بيقدر يهرب. المصيبة رح تلحقك وين ما بدك تروح. لا يا عدي، رح نبقى هون ونواجه هيدي اللعنة. نيشيغاندا، شو صار؟ في حدا هون؟ إذا بتريدوا حدا يساعدني. نيشيغاندا، خبريني شو صار معك؟ شوفي بسرعة. ليه أنت بالأرض؟ نيشيغاندا روحي. لا قومي حبيبتي، قومي. يلا قومي.